وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، يعني تطلعنا على أهم ما رصدته من ملاحظات ونقاشات دارت اليوم في جلسات الحوار الوطني. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ صباح اليوم بدأت الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وتم التركيز بالطبع في هذا اليوم على قضيتين رئيسيتين، وهم كيفية التعامل مع الصناعة ومدى يعني اضمئلال أو تقليل مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت متعلقة أيضا بالاستثمار الخاص وجذب الاستثمار المحلي ومدى ارتباطه بالاستثمار الأجنبي. الحديث على مدار اليوم إذا ربطنا ما بين القضيتين يتعلق بالتسهيل فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين المحليين، مما يؤدي أو يجعلهم مؤشر كبيئة خصبة. إذا نجح هذا المستثمر المحلي فهو مؤشر ومقياس للمستثمر الأجنبي ليأتي ويضع استثماراته المتنوعة داخل الأراضي المصرية. هذه نقطة. إذا ربطنا هذه النقطة بالصناعة فهو يتعلق بتوطين الصناعة المصرية، مما يساعد على الصادرات المصرية، والهيئة الصادرات المصرية كانت متواجدة بالطبع اليوم، ما يقلل أيضا من عملية الاستيراد، وهو أيضا مرتبط بفكرة الاستثمار الزائد وزيادة العملة الصعبة. ولكن هناك العديد من التحديات التي تم ذكرها داخل اليوم، منها التشريعات والقوانين التي من الممكن أن تعرقل هذه الاستثمارات، بعض البيروقراطية الورقية المعتادة التي كانت ممكن أيضا أن تعطل هذه الاستثمارات. تم وضع حلول، منها تم الإشادة أيضا بمجلس أعلى للاستثمار والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذ 22 قرار بالفعل، منها تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، تسهيل أيضا دفع المقدمات الخاصة بالمستثمرين للحصول على هذه الأراضي، تقليل الضرائب، وأيضا يعني وضع إعطاء المستثمرين عدد من السنوات تصل لعشر سنوات في بعض الأحيان فيما يتعلق بدفع هذه الضرائب أو تأجيل هذه الضرائب حتى يستطيع المستثمر أن ينمو بهذه الاستثمارات المختلفة. تم اقتراح بعض التوصيات في آخر اليوم في اللجان الأخيرة. تم انتهاء بالفعل اللجنة الخاصة بالصناعة، أما لجنة الاستثمار الخاص ما زالت يعني مستمرة وعلى وشك أن تنتهي. ولكن التوصيات التي خرجوا بها تقريبا من أهمها وضع استراتيجية، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور في هذه التوصيات، وضع استراتيجية يعني اقتصادية عامة يتم تحديد فيها النمط الخاص بالدولة، سواء كان نمط صناعي أو زراعي أو نوع الاستثمار الأنسب للدولة المصرية. هذه الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يتم تحديد فيها معالم للتشريعات والتأكيد على عدم تغيير هذه التشريعات والقوانين، مما يطمئن المستثمر ليمشي على مسار واحد لمدة 10 سنوات. بجانب هذه أيضا التوصيات، كان هناك اتفاق بشكل أو بآخر على أهمية الإسراع في آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليات تطبيق سريعة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما يسهل أيضا عملية جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل أيضا الاستثمار المحلي، والذي هو كما ذكرنا من قبل بيئة خصبة أو مؤشر مقياس للمستثمر الأجنبي. والجزء الأخير في التوصيات كان أن وضع مؤشرات أو لجنة لتحديد المقاييس والمؤشرات الاقتصادية المتنوعة داخل البلد ليتم عرضها بشكل دوري بطبع للمستثمرين بشكل عام، سواء كانوا أجانب أو محليين. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس على هذا العرض الوافي لما تم في جلسات اليوم في مؤتمر الحوار الوطني المحور الاقتصادي.